بنسائم شهر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. جاء في بالي ماذا نتحدث من هذا اليوم إلى الأيام القادمة إن كنا من الأحياء، جاء في بالي هكذا ولعله إلقاء مبارك، أن نكون على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نحن على مشارف استشهاده. ليس من الصدفة أن يجعل رب العالمين ليلتين من ليالي القدر مرتبطتين باسم أمير المؤمنين، ليلة الضربة، ليلة القدر الأولى، ليلة الشهادة، ليلة القدر الثانية، يعني ذكر أمير المؤمنين متداخل مع ليالي القدر. ولهذا المؤمنون في شرق الأرض وغربها، أعني الموالون في الليلتين، يجمعون بين التوسل والمناجات. المناجات ليالي القدر، التوسل البكاء على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هنا أفتح قوسا سريعا لعلي لا أكون معكم في ليالي القدر، هنا أقولها لكم بصوت عالي، سرا بصوت عالي. في ليلتي القدر 19 و21، إذا أردت أن تصل إلى قلب إمام زمانك أكثر من البكاء والتفجع على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أقولها وأنا مطمئن، لو أنك تلك الليلة ما بكيت في الجوشن، ما بكيت في دعاء رفع المصاحف، ولكن بكيت على أمير المؤمنين، عملك هين. ولهذا لا تقصر في تلك الليلتين، تفجع، أظهر البكاء والحزن. فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون ينطبق على جده، يضج الضاجون يعج العاجون. هاتين الليلتين كن علويا، أي كن مرتبطا بأمير المؤمنين، وهذه علامة القبول إن شاء الله أن تكون من الباكين على مصيبته. البكاء في الليلتين، ولكن اليوم وغدا ولعله بعد غد حديثنا حول مائدة من موائد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في خطبة واحدة قصيرة، وهذه خطبة المتقين من أجل خطب أمير المؤمنين. اسم أمير المؤمنين مرتبط بهذه الخطبة المباركة. نعم، قرابة 47 صفة وعلامة للمتقين. هل كنت تتوقع في خطبة تقرأها في 5 دقائق، في هذه الخطبة تقريبا 47 علامة وصفة؟ في أي وقت تسنى لك اكتب هذه الصفات في ورقة بكل توجه. رأيت في بعض الأماكن هذه الصفات منقطة مذكورة حسب الترتيب، 47 صفة وعلامة بالترتيب، اكتبها في ورقة وانظر إلى نفسك، كل صفة فيك موجودة ضع علامة الصحيح
وإذا لم تكن موجودة ضع علامة الخطأ بهذه الخطبة، تعلم أنك من شيعة أمير المؤمنين أم لا. البكاء جيد، الزيارة جيدة، ولكن هذه هي العلامة. البكاء دقائق وتنتهي، الزيارة ساعات وتنتهي، ولكن هذه العلامات البعض منها بحاجة إلى شغل طوال العمر، شغل طويل. لا تكتفي بالعلامات الهينة، أن تطعم طعاما باسم أمير المؤمنين، أن تنشئ قصيدة، أن تقرأ نعام لطمية، هذه أمور هينة، أمور متعلقة بعالم اللسان والحنجرة، طبعا وراءه الحب. أقول لا يكلفك كثيرا، الذي يكلفك ما سنقرأه من مواصفات صفات المتقين. أخواني، في زمان الغيبة لا مانع أن نقول البعض من أصحاب إمام زماننا، واجعلنا من أصحاب أنصاره وأعوانه، وفي هذا الزمان البعض من أنصاره والبعض من المنتظرين. الناس درجات هذه الأيام في نصرة إمام زمانهم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أحدهم كان يخفق برأسه في مسجد النبي، قيل له كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت بالله موقنا. هذا صحابي أصبح بالله موقنا. قيل وما علامة يقينك؟ يعني هذه دعوة عريضة. قال يقيني أسهر ليلي وأظمأ هواجري، يعني جعلني أصوم النهار وأقوم الليل، طبعا في غير شهر رمضان، وإلا الواجب مفروغ عنه. إذن أصحاب النبي طبقات، أصحاب إمامنا في هذا الزمان طبقات، وأصحاب أمير المؤمنين أيضا طبقات. أين سلمان وأين غيره؟ عمار، أبو ذر، مقداد، ميثم، رشيد، ومنهم همام. همام كان عابدا من العباد في زمانه، ويا له من عابد. هذا العابد ما قتل في حروب أمير المؤمنين، مات في خطبة أمير المؤمنين، عندما ذكر الإمام أوصاف المتقين شهق شهقة كانت نفسه فيها توفى الرجل. هذا مع الشهداء، إنسان يموت تحت منبر أمير المؤمنين، لا يموت هكذا، يموت شوقا إلى الوصول إلى هذا المقام. همام كان متقيا، لو لم يكن متقيا بهذه الميتة في منبر أمير المؤمنين على رأس المتقين، قال له للإمام صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، لا أريد وصفا عابرا، وصفا مجسما، وصفا مبينا. فقال له إمامنا صلوات الله عليه اتق الله وأحسن، الذين اتقوا والذين هم محسنون. أمير المؤمنين أمير البلاغة، جمع الصفات في كلمتين، التقوى اتق الله في قلبك، كن متقيا، محل التقوى القلب، أن تكون خائفا، الجوارح تعمل على حسب التقوى، التقوى أن تكون خائفا. هناك بيت من الشعر، أنا هذا البيت يعجبني، يصف التقوى في بيت، إن من الشعر لحكمة، كن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. شعر هذا المتقي الذي يمشي في أرض الشوك، عينه على مواضع الشوك يتحرز. الآن في زماننا هذا قل كماش في أرض الألغام مثلا، بعض الأماكن مكتوب فيها أرض الألغام لا تمشي،
إن اضطررت أن تمشي تفتح عينيك على مصراعيها لئلا ينفجر بك اللغم. هكذا المتقي يذهب إلى مجالس البطالين عينه على البطالين يخاف أن ينفجر فيه لغم الغيبة لغم البهتان والنميمة. بعض المؤمنين له عادة طيبة يدعى إلى الإفطار إلى المائدة في غير شهر رمضان يقول لصاحب المنزل من في المنزل من الذي دعيت دعوت غيري. إذا رأى بعض الأسماء المزعجة يقول لا آتي في يوم آخر. وهذا من الأدب، لا تدعو أحدا إلى بيتك من دون أن تعطيه قائمة بأسماء الحاضرين لعل فيهم عدو له إنسان لا يرتاح إليه طوال المجلس وهو مضطرب يريد أن يهرب. لماذا ورطت أخاك المؤمن؟ ادعو المتجانسين. الآن تدعو التجار، ادعو التجار، تدعو الأولياء والزهاد، ادعو الأولياء والزهاد، لا تخلط بينهم. إنسان همه التجارة وإنسان همه الآخرة، لا تجمع بينهما، هذا المؤمن يتأذى. المهم إذن كن كماش فوق أرض الشوك. ولهذا بعض المؤمنين يريد أن يتسوق يذهب في وقت السوق فارغ لئلا يبتلى بالنظر إلى النساء. له حاجة موجودة في محل متواضع يذهب لهذا المحل، لا يذهب إلى ما يسمى بالمولات التجارية، يذهب ويخرج وإذا به ارتكب العشرات من المعاصي. يريد أن يشتري أمرا بسيطا قماشا وإذا به ينزع عن نفسه ثوب التقوى. ما لك وهذه الأمور؟ البعض يقول البعض الأسواق، لست في مقام الانتقاد، بعض الأسواق ظاهره جميل، الألوان والإضاءات، المحلات الفاخرة والماركات العالمية. يقول البعض هذه الأسواق كسوق الفحم، لا سوق الذهب، سوق الفحم، يبيع الذهب. سوق الفحم، رأيت ذهبت إلى سوق الفحم قديما؟ من يدخل السوق إما يسقط على الفحم أو يتساقط عليه غبار الفحم مثلا، يخرج وجهه متغير إجمالا، عليه بعض الآثار، يعلم أنه اشترى فحما. هكذا الأسواق بمثابة هذا السوق، إن دخلتها نعم وقعت في إثم ولو صغير. تقول بحمد الله أنا ذهبت لم أحدق في امرأة أجنبية، ولكن وقع نظرك على إحداهن وكانت فائقة الجمال، رجعت إلى المنزل تصلي وإذا صورتها تأتيك في البال. تذهب لزيارة الحسين، الناس تبكي وأنت تفكر في هذه الصورة، أنت المقصر، لماذا ذهبت إلى مكان يورطك فيها؟ اتفاقا أمير المؤمنين في هذه الخطبة يقول غضوا أبصارهم، يعني يذكر هذا المعنى غض البصر. إذن التقوى محلها القلب. الإنسان الخائف، الآن الكمامات انحسرت بحمد الله، قبل فترة أحدنا لا يعرف صاحبه، على وجهه كمام من الصباح إلى الليل، يقول يا فلان لما؟ يقول أخاف، خوفي من المرض يجعله يكمم فمه، يضيق نفسه. أنتم تعرفون النفس من وراء الكمام مزعج، يضيق نفسه، يقول يضيق، وهذا أهون من المرض. أيام التباعد الاجتماعي يسلم على صاحبه من بعد، هذه هي التقوى، التقوى من المرض. خوفك من المرض جعلك لا تزور أحدا تلك الأيام،
تكمم فمك، تتباعد اجتماعيا. رأيت في بعض الأماكن لفتة لغوية يقول التباعد البدني للاجتماع، يعني جسدك يبتعد، للتباعد الاجتماعي تعبير خاطئ. إذن التقوى في القلب. وثم والذين هم محسنون، ما الفائدة من التقوى وأنت غير محسن وأنت مسيء؟ اتفاقا من رأس الصفات للمتقين أن يكون محسنا. أنت لا مال عندك، إلى الآن ما فطرت صائما فقيرا، من أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم إفطار الصائمين الفقراء. الغني عنده ما عنده، الفخر كل الفاخر أن تمد مائدة. رأيت الأمس صورة لمائدة بألف متر، يعني حوالي كيلو متر من الطعام جيد، ولكن على هم على المائدة من؟ الإنسان الذي لا يحتاج إلى إفطارك. وهنا اقتراح مني، إذا عملت بهذا الاقتراح، أولا أنت أول الفائزين وأنا الثاني، صاحب الاقتراح أيضا يثاب على كلامه، من سن سنة حسنة. من لم يفطر صائما إلى الآن لم يقم بإنفاق بليغ لا ضير، اجعل إنفاقك البليغ في ليالي القدر المباركة. أحد المؤمنين لعله فطر أكثر من 10,000 صائم في ليالي القدر، يجمع ماله يقول لإحدى الجهات الليالي الثلاث أطعم الناس، في كل ليلة 3,000 وجبة، في الليالي الثلاث 10,000 وجبة إفطار. هذا الإنسان لو لم يعمل عملا بليغا ليلة القدر هذا الأمر ينفعه، كأنه أطعم في 70 أو 80 سنة. 1000 شهر قسمها على السنوات، قرابة 82 سنة من الإطعام. إن شاء الله البعض منكم تنقدح همته ولو لعشرة مساكين، أقول 10,000 ليلة القدر. ادع الناس إلى بيتك أو ابعث لهم الطعام، كن من المحسنين في هذا الشهر الكريم. ولا يفوتني أن أقول على رأس الإحسان إخواني أن ترد آبقا إلى باب الله عز وجل. نويت زيارة الحسين عليه السلام من أرض بغداد، من أرض البصرة لا أدري من أين، وهناك إنسان فيه بوادر الانحراف، ولدك رأيت في جهازه بعض الصور المحرمة، أو أخوك، خذ بيده بعنوان الزيارة، قل يا أبا عبد الله التفت إلى ولدي هذا، التفت إلى أخي، إلى زوجتي، إلى أختي، قسم النساء، لا تكن بخيلا، همك نفسك، اصطحب معك من يهمك أمره، صديقا أو رحما قريبا إلى آخره. هذا هو الإحسان. نعم تنقذ إنسانا من النار، لا تجعل في بطنه إفطارا، هذا هين. كلما تأتي لزيارة الحسين سيارتك فارغة، خذ معك بعض الآبقين، بعض كبار العاصين، البعض جاء إلى هذا المكان وتأب توبة الأبد. لا يكلفك شيئا إمامك يتكفله، نظرة ولائية كنظرته للحر، يرجع من المقام وهو إنسان آخر. هذا المقام جامعة عظيمة، الجامعة فيها دراسة 4 سنوات 6 سنوات، جامعة الحسين جامعة تكهرب، جامعة تصعق، زيارة واحدة تغير الإنسان. الحر كم جلس عند الحسين؟
ليلة العاشر الحر ما كان عند الحسين، صبيحة العاشر الحر ما كان عنده، ولكن في يوم القتال لعل عند الظهيرة مثلا لحظات وصار الحر حرا. وبالمناسبة ذهبت لزيارة الحر قبل فترة، آلمني الحر من الشهداء العظام في كربلاء، زواره قليلون، لا تفوتنك زيارته، وخاصة للتوبة، زيارة الحر للتوبة. للمقامات اذهب إلى حبيب بن مظاهر، نعم شيخ أنصار الحسين، ولكن للتوبة اذهب إلى قبر الحر. الحر يطلب من المولى أن يعينك عليه، أن يعينك على نفسك كما أعانه على نفسه. خذها مني هذه القاعدة، للتوبة الحر. المقامات وفهم القرآن، حبيب بن مظاهر لكل شيء أخوه العباس صلوات الله وسلامه عليه، خذ كل شيء من هذا باب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثم الإمام قال: فإن الله مع الذين اتقوا، ليس هذا كلام جزافي، والذين هم محسنون فلم يقنع همام، جزاه الله خيرا. الأمام قال: يعني يا أمير المؤمنين، هذا الكلام موجز، هذا لا يكفيني، حتى عزم علي، يعني أقسم عليه أن يفصل إن شاء الله غدا، نفصل كما فصله أمير المؤمنين بطلب من هذا العبد الصالح. انتهى الحديث لهذا اليوم. نحن عادة نختمه بالدعاء وطلب الفرج. نحن في منتصف شهر رمضان، أنهينا نصف الشهر، بقي النصف الآخر وهو النصف المصيري، ليالي القدر، ليلة العيد، كلها في النصف الثاني من الليلة. هيا، البعض إلى الآن ما رق قلبه، ما جرت دمعته، نشكو إلى الله عز وجل حالنا بهذا الدعاء البليغ بمناجاة الشاكين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أما، وإلى الخطايا من يا لا تسرع بي إلى الحوبة، وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا، مع الوسواس متقلبا، وبالرين والطبع متلبسا. أشكو إليك عينا عن البكاء، من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها طامحا. أشكو إليك شيطانا يضلني، وعدوا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا. للخلاص من هذه الحالات نطلب من الله عز وجل أن يفرج عنا بدعاء الاضطرار. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ضمانا للإجابة. نختم مجلسنا بدعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا لاسمك. اللهم كن لوليك الدعاء.
تبنى صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، إنك على كل شيء قدير. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.